نحن الآن بالتأكيد في العاصمة الصينية بكين، نشهد بداية هذا المؤتمر الهام لكل العالم. قبل أيام كتبت أنا مقال عن مؤتمر الطريق والحرير الثالث، وأسميت هذا المقال بأنه الضوء وسط الظلام، أو الضوء الذي يأتي بعد الظلام. هذا المؤتمر هو فرصة حقيقية لكل الدول الجنوب العالمي، لكل الدول الأفريقية، لكل الدول الشرق الأوسط، لكل الدول التي تعاني الأمرين من الاقتصاد، تعاني الأمرين من هيمنة بعض الدول على اقتصادها وعلى والآن حتى على سياساتها، وكذلك التدخل الداخلي السافر في سياسات هذه الدول. أعتقد أن المؤتمر هو فرصة حقيقية لشعوب هذه الدول لإيجاد شيء من النماء، شيء من التطور، شيء من الحرية الاقتصادية التي يسعى إليها جميع أنحاء العالم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.